شوف هنا تكلمنا غير باش كنبقاو ايجابيين، ايجابيات ان انا بالتجربه ديالي ان الوداد ولا الرجاء في كامل القوه ديالها ما كيتختارش المصير ديالها في نوب الديربي. شحال من مره الوراجه انا باش نعاود صافي انا باش نعاود انا الا كان شي واحد الا كان شي واحد كيتحير دابا ويقول لك لا حنا على الورق على الورق على الورق نفكروا نقول له بان الديربي والجزئيات ديالو ما مقتارناش بلاعب قوي على الورق ولا مقتارنا ب 50 50 يوم المقابله يوم المقابله كي اللي كيكون ماشي اون فور وكيولي يبان لك كيدردك عليك نقولها لك بصراحه ويولي يبان لك هذاك اللي اون فور كيدخل في الشك نديروا احتمال ديال الوداد انهزمات مثلا دابا هاد المساله هادو قراءات دابا حنا كنديروا الاحتمال الوداد انهزمات واش غادي نلقاو الجمهور غادي يبقى رزين بحال هاد المساله والمكتب غادي تولي عنده حاله استنفار لان هذه راه ازمه ودايزه غنقول ولا غادي نشوفوا شي حاجه اخرى اللي اكثر غادي يتم التصعيد اكثر ندوي معك كل صراحه الان الوضع ديال الوداد كلشي عارفه لا على المستوى التقني لا على المستوى التسييري لا على المستوى المالي كنا كنعرفوا الان الوداد على قد كذا امتى غتكون امور في صالح الوداد في حاله الفوز الوضع غيبقى على ما هو عليه الا كانت شي نتيجه من غير الفوز حنا لا مثلا هل الوضع راه كاين دابا عادي خسرتي غيبان لك الوضع غادي ما عارفين خصو التغيير وخص بزاف د الامور بزاف د الامور جمع عام يعني ما غتكون ما غياثرش على النادي شي حتى الهزيمه اللي غنقول لك لا مثلا لا جاي واحد غيدير ليا الوداد غير ربح خلا خسرتها او البارح ماشي موش غيمشي لها فينا يعني الوداد كنقول لك التفاؤل اللي غادي يكون عندي انا باش نوصل الودادين هو ان هاد النتيجه ديال هاد المقابله غتغير بزاف د الامور داخله بن جلون وداخل نادي الوداد الرياضي.